أعرف هل في مشروبات طبيعية فعلاً ترفع المناعة أو هي بس بتساعد في تسكين الألم بعد ما الشخص يصاب بهذه الإنفلونزا؟ طيب طبعاً أول شيء نحن بنعرف إيش هو جهاز المناعة. جهاز المناعة هو خط الدفاع الأساسي اللي بيحمينا من الإصابة بالأمراض. طبعاً ممكن بتشوف الأطفال أو ممكن نشوف كبار السن أو الأطفال الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة بيصابوا أكتر وفترة الشفاء عندهم بتطول. فالهدف عندنا نحن هنا إن نحن نحاول إنه نقي أجسامنا ونمنع من الأمراض. كيف؟ بنوعية الغذاء. طيب نوعية الغذاء زي ما حضرتك قلتي في عندنا مشروبات، هذه المشروبات تقدر تقينا أو تقلل من الإصابة بهذه الأمراض. طب بشكل عام إيش نقدر ممكن نعمل؟ التغذية الصحيحة، الراحة التامة، النوم، ممكن الرياضة، وكمان نقلل من القلق والتوتر. مسألة المشروبات والمشروبات اللي هي التروية وشرب الماء بشكل جيد.